أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما نشرت الصحف العالمية والعربية والعراقية، ونبدأ بالعناوين. جاء في يقين نت: مسلحون بزي عسكري يقتلون مدنيا بعد اختطافه في أيسر الموصل. نطالع في المدى توقعات بتقدم الصدريين في الانتخابات وتحالفهم مع الحكيم والعبادي. جاء في الهيئة نت: ميليشيات الحشد الشعبي تشن حملات دهم وتفتيش تعسفية في ديالى. نطالع في العربي الجديد: تحقيق استقصائي يشير لتورط قوات النظام السوري بقتل مدنيين في درعا إبان الحصار. نقرأ في الجارديان: مايك بومبيو ناقش فكرة اختطاف واغتيال مؤسسي ويكيليكس. ونتصفح في القدس العربي: قادة الحراك التونسي: حكومة الرئيس المقبلة باطلة شرعا. وجاء أخيرا في نيويورك تايمز: قيس سعيد يواجه معارضة شديدة بعد فشله في تحقيق التوقعات الشعبية. أهلا بكم. جاء في تقرير للكاتبة هيفاء زنجنة، حيث تقول: المؤتمر الذي عقد مؤخرا، حيث تدل التقارير التي نشرت عن المؤتمر وأشرطة الفيديو بالإضافة إلى خطب المتحدثين، إلى أن الحاضرين الذين تفادوا إظهار وجوههم أمام الكاميرا لا يمثلون إطلاقا، كما ادعى منظمو المؤتمر، تقول الكاتبة، الشرائح المجتمعية والدينية أو المراكز أو المنظمات أو العشائر العراقية التي يدعي منظم المؤتمر أنهم يمثلونها. موقف الشعب العراقي التاريخي والحاضر الذي يرى في فلسطين قضيته العادلة التي لا تسقط بالتقادم، وأن فلسطين هي البوصلة الأخلاقية بالإضافة إلى القانونية الدولية والإنسانية. وسارعت عديد الجهات الشعبية والمسؤولون الحكوميون وحتى قيادة الجيش إلى استنكار انعقاد المؤتمر، وهو موقف جماعي غاضب قلما توصل إليه العراقيون حول قضية ما منذ غزو العراق بقيادة أمريكا في عام 2003 ومأسسة محاصصة الطائفية والعرقية. وجاء موقف حكومة إقليم كردستان التي ادعت أن الاجتماع تم دون علمها وموافقتها ومشاركتها مثيراً للتهكم، فالمعروف للجميع أن أي اجتماع مهما كان حجمه لا يتم بدون موافقة الجهات الأمنية، فكيف إذا كان مؤتمراً كهذا؟ وهو يتماشى مع موقف قادة الإقليم من الكيان الصهيوني وزيارتهم وحجم توسع المصالح الإسرائيلية المؤيدة لانفصال الإقليم عن العراق. مع هذا، إذا كان الغرض من إقامة المؤتمر كما يبدو هو جس نبض الحكومة العراقية بناء على الارتباط بأمريكا وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فإن النتيجة جاءت معاكسة تماما لما كان متوقعا من قبل المنظمين، حيث استردت القضية الفلسطينية أولوياتها بقوة الإرادة الشعبية وعمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والعراقي، خلافا لعنوان السلام والاسترداد. حسب تقارير المدعو جوزيف براود، هو من نظم مؤتمر أربيل وهو رئيس مركز السلام الأمريكي في نيويورك، وقد حاول براود عبثا والحق يقال كذلك أيها السيدات والسادة تلميع صور المساهمين من العراقيين وإضفاء أهمية كبيرة وواضحة على مراكزهم، إلا أن تخبطهم في إيصال دعوته إلى العراقيين لتشجيع مراكزهم ولتشجيع التطبيع مع الكيان الصهيوني لا بد وأن ذكره بما قاله قائد إحدى فرق جيش الاحتلال الأمريكي، حيث ذكره في عام 2006 حين سأله صحفي عن فشل القوات الأمريكية بالقضاء على المتمردين العراقيين على الرغم من التفوق العسكري الأمريكي وتجنيد عملاء عراقيين، فأجابه القائد متحسرا: المشكلة هي أن أفضل الناس يقاتلون في الجانب الآخر. في حول هذا المقال أيها السيدة والسادة، يقول الكاتب: من بين أكثر من 3200 مرشح
لكن وسط حالة من لا مبالاة شعبية تجاه النخب السياسية العراقية، ومن المرجح أن تكون المشاركة منخفضة في هذه الانتخابات المزعومة كما كان الحال في انتخابات 2018، ومن المرجح أن يفوز تحالف مقتدى الصدر كما يقال مرة أخرى، ومع ذلك هناك احتمال آخر لمفاجآت جديدة في العملية الانتخابية في العراق. فالنتائج سيداتي سادتي تشير إلى أنه قد تكون هناك نتائج غير متوقعة. لكن النشاط الاحتجاجي العشوائي الدائم الذي بدأ في تشرين الأول عام 2019 وتمخضت عنه في نهاية المطاف حركة تشرين سيواجه النخب القديمة. وتحدتهم الحركة علنا من خلال التشجيع على المقاطعة لنزع الشرعية عن الانتخابات، فبعد عام 2003 تسود النخب الحزبية العرقية والطائفية، لكن من غير المرجح أن يفوز أي حزب بأغلبية المقاعد البالغ عددها 329 مقعدا، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى حكومة ائتلافية، وسيتنافس الصدريون وحركة فتح إلى جانب حلفائهم الانتخابيين بلا شك على مناصب في السلطة التنفيذية. ومن المرجح أن يؤدي إلى عملية تشكيل حكومة مطولة وطويلة الأمد، ولم يشكل الكاظمي نفسه كتلة انتخابية خاصة به، ويمكن للصدريين الذين ليس لديهم مرشح واضح لمنصب رئيس الوزراء أن يسمحوا له بالاستمرار في منصبه. لكن حتى مع وجود مجلس نواب يهيمن عليه التيار الصدري وحكومة تكنوقراطية، فقد فشل الكاظمي في معالجة مشاكل العراق المتمثلة في الفساد والبطالة والخدمات الاجتماعية الموثوقة أو انعدام الأمن بسبب استهداف الميليشيات للنشطاء الاحتجاج، وبالتالي فإن احتمالات التغيير في مستقبل العراق محدودة للغاية. من ناحية أخرى طبعا، أشار التقرير الشهري لرصد التطورات في العراق الذي يعهده معهد الشرق الأوسط في آب 2021 إلى أن الوضع العسكري السياسي في العراق صعب جدا، وكما في شهر تموز الماضي لا تزال البلاد في أزمة نظامية مطولة، وكذلك لا تزال التناقضات الخطيرة حول العديد من القضايا الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية قائمة كذلك بين القوى السياسية الرائدة في العراق، ويتفاقم الوضع في البلاد لا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية. عن قانون خدمة العلم بين فرضية التشريع وواقعية التطبيق، مقال للكاتب حاتم الفلاحي، حيث يقول: الحكومة تتهرب دائما من مسؤولياتها تجاه الشباب بتشريع قانون الخدمة. إن طرح قانون الخدمة الإلزامية، يقول الكاتب، يأتي في ظروف اقتصادية صعبة يمر بها البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وجائحة كوفيد-19، مما يعني أننا أمام استهلاك مالي واقتصادي كذلك غير مبرر في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العراق، كونه يأتي في ظل ظروف ومشاكل وتحديات مالية متعسرة وصلت إلى عدم قدرة الحكومة على تأمين الرواتب الشهرية لموظفي الدولة. وهذا يجعلنا نقول بأن الحكومة تحاول التهرب من مسؤولياتها تجاه شعبها الذي يعاني أصلا من نقص الخدمات على كافة المستويات والصعد: ماء، كهرباء، صحة، تعليم وإلى آخره. إن طرح هذا القانون في هذا التوقيت هو لأن الطبقة السياسية الحاكمة ترى بأن الشباب أصبح يشكل خطراً عليها وهو خارج السيطرة الحكومية والميليشياوية، بعد أن فشلوا في ترويضه والسيطرة عليه في المظاهرات التي انطلقت منذ تشرين عام 2019 رغم التنكيل والقتل والاغتيالات والاعتقالات التي مورست عليه. علماً أن تنفيذ هذا القانون يتطلب من الحكومة توفير موارد مالية كبيرة لتغطية التدريب والتسليح والتجهيز والرواتب ومستلزمات بناء البنى التحتية واللوجستية اللازمة لبناء وإنشاء مراكز التدريب ومعسكرات الإيواء وبناء دوائر للتجنيد في كل محافظة وقضاء وتهيئة الملابس والتجهيزات والأرزاق اللازمة لذلك. وتشير التسريبات بأن وزارة المالية ووزارة الدفاع قد خصصت مبالغ مالية تقدر ب 150 مليار دينار عراقي تكفي لمصاريف 10,000 شاب يشملهم هذا القانون، في تناقض وتخبط واضح في السياسة الاقتصادية للحكومة. إن هذا القانون الذي أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في تقديري سيواجه برفض شعبي كبير، كما أنه سيرحل إلى الحكومة والبرلمان القادم،
كما أن تشريع هذا القانون سيواجه بالكثير من التعقيدات والمعوقات والتحديات ولن يقر بسهولة، خصوصا في ظل وجود الأحزاب الطائفية المتسلطة ما لم يصب القانون في مصالحها ويزيد من سطوتها وسيطرتها على الواقع العراقي الذي باتت تحكمه مراكز قوة متعددة تمتلك السلاح والقوة والمال. يضاف إلى ذلك نقول، هل تستطيع الحكومة إلزام الشباب بالالتحاق بالخدمة العسكرية؟ كاتب يقول، ليروج بعض السياسيين بأن هذا القانون سوف يحد كثيرا من نفوذه الميليشيات وينمي سيطرة الدولة ويعيد التوازن إلى مؤسساتها ويسهم كذلك في تماسك أبناء البلد، وهناك نسأل كيف يكون ذلك؟ سؤال وجيه، والدولة تمتلك مليون ونصف منتسب بين ضابط وجندي وهي غير قادرة على مواجهة الميليشيات التابعة لإيران، وكيف سيعيد الجندي المكلف بالخدمة الإلزامية التوازن في دوائر الدولة؟ عن أزمة مياه الشرق الأوسط كتب جيمس زغبي في الاتحاد الإماراتية، حيث يقول، تاريخ الشرق الأوسط رسمت معالمه دوما المجاري المائية، يقصد بالمجاري المائية دجلة والفرات في الشرق والنيل في الغرب ونهر الأردن وبحيرة طبرية في الوسط، حيث يقول، لقد تغذت عشرات الحضارات ومئات الملايين من الأرواح على هذه المياه، ولطالما اعتبر استمرار تدفق هذه المجاري من المسلمات، لكن الأمر لم يعد كذلك الآن، فقد أثر تغيير المناخ والمبادرات أحادية الجانب من بعض دول الإقليم كثيرا على إمدادات المياه إلى جيران هذه الدول. فقد تمخضت سنوات من مستويات خطيرة الانخفاض في سقوط الأمطار، بالإضافة إلى سوء الإدارة الحكومية عن الإضرار بمئات الآلاف من المزارعين السوريين، مما دفعهم إلى الفرار من بلداتهم، وأدى نزوح هؤلاء السوريين ووجود أكثر من مليون لاجئ عراقي إلى ضغط على الموارد ومهد الساحة لصراع مدني وتطرف، وهذا انفجر في نهاية المطاف احتجاجات حاشدة وتقلص إمدادات المياه إلى العراق تقلصت بنسبة 80% نتيجة لذلك، وأدى هذا إلى تقلص كبير في محصول العراق من التمور وبساتين الموالح وحقول الأرز، وأيضا فقدان نحو 100 ميل مربع من الأرض القابلة للزراعة سنويا. والمياه الجارية في الأنهار هي المصدر الرئيسي لمياه الشرب في العراق، وبالمثل تواجه مصر والسودان تهديدات نتيجة سد جديد أقامته إثيوبيا يعتبر الأكبر في إفريقيا، والمصريون الذين يعتمدون على النيل في 97% من المياه التي يستهلكونها سيفقدون 20% من المياه نتيجة هذا السد، وسيفقد السودان 50% من إمداداته. والسودان ومصر يواجهان بالفعل مشكلات ندرة المياه وتصحرا وعدد سكان متسارع الزيادة، واقتصاد كلا البلدين يواجه صعوبات، وسيواجه كلا البلدين تحديات واضطرابات متصاعدة. إسرائيل حولت مياه بحرية طبرية لتدعم بها زراعتها وسكانها، وبعد سيطرتها على مرتفعات الجولان. يقول الكاتب، وشح المياه كذلك مشكلة كبيرة جدا ومهمة يجب الالتفات إليها، وهي على حياة البشر تؤثر بشكل كبير وتؤدي إلى تفاقم الفقر والنزوح وتتسبب في احتمال تصاعد الصراعات، لكن المفاوضات قد تؤدي إلى حلول ربما، فعلى مدار عقود سعى العراق وسوريا إلى التوصل إلى تسويات مثلا مع تركيا. على مدار آلاف السنين غذت أنهار دجلة والفرات والنيل والأردن حضارات ازدهرت على ضفافها، وبدلا من مواصلة التقدم الحضاري تغذي الآن التصرفات الأحادية لعدد قليل من الدول الصراع وتهدد حياة الآخرين. نقرأ في عربي 21، ساري عرابي يكتب في عربي 21 عن أحمد زهران وزكريا بدوان ومحمود حميدان، يقول، ثلاثة شبان من قرية بدو إحدى بلدات ضواحي القدس من جهتها الشمالية الغربية، ولكنها واقعة خارج الجدار العازل للمدينة، فهم مقدسيون ولكنهم لا يحملون الهويات المقدسية ولا يمكنهم الوصول إلى القدس إلا بالمغامرة المحفوفة بالشهادة ربما أو الاعتقال.
هكذا يقول. الوصول إلى القدس إلا بمغامرة محفوفة بالشهادة أو الاعتقال، وهذه واحدة من التعقيدات التي يعانيها الفلسطينيون وتحتاج وقتا طويلا لشرحها لغير الفلسطينيين، بل ولفلسطينيين لا يعيشون التعقيدات أصلا وهم في داخل فلسطين. وهو أمر يدعو بعضنا خشية من الالتباس ومن الظن أنه يعيش في المدينة المقدسة أن يتبع مكان سكنه المحاذي للقدس. يقول الكاتب أن يتبع لمدينة رام الله الأقرب، وكذا فعل الاحتلال في نشاطه الأمني الذي استمر أكثر من أسبوع أثناء مطاردته لهؤلاء الشبان الثلاثة. تتحدث الروايات المتقاطعة الفلسطينية والصهيونية عن مجموعة مسلحة تنتمي لحركة حماس طردها الاحتلال وارتقت بعد ذلك في 26 من أيلول سبتمبر في مخبئها الجبلي في مغارة ببلدة بيت عنان الأخيرة غربا في قرى شمال غربي القدس والمتصلة بقرى غرب رام الله من جهتها الجنوبية. وهي قرى غرب رام الله في الأصل كانت قبل النكبة تتبع مدينة الرملة، وهكذا تتصل الرملة بالقدس برام الله وتكتب الدماء من جديد مفردات المطارد والجبل والمغارة وتنتظم حكاية لا تنتهي على تخوم القدس وفي قلبها. وفي ليلة أيلول ذاتها كان مقاتل فلسطيني من قرية برقين قرب جنين يخوض اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال التي حاولت اعتقاله. يرتقي المقاتل أسامة صبح شهيدا وإلى جانبه الفتى يوسف صبح، وتقر قوات الاحتلال بإصابة ضابط جندي في العملية، وتتحدث عن 5 مواقع دارت فيها الاشتباكات في تلك الليلة على طول الضفة الغربية. في الليلة التي تليها يصاب جنديان صهيونيان في تصدي مجموعات فلسطينية ل20 حافلة صهيونية كانت تقل مئات المستوطنين بحراسة عشرات الجنود للصلاة في قبر يوسف قرب مخيم بلاطة شرقي نابلس، مما اضطر مستوطني الاحتلال وحراسهم الجنود للهرب من هناك. الكاتب يقول حكاية العشب الفلسطيني فريدة من نوعها وتعبير كذلك عن العدو، وهو عدو دقيق يقول الكاتب، فهو عاجز عن الاقتلاع فيتحدث عن الجز، فما بقي يعود وينمو وما قطعه العدو يستحيل سقاء لما بقي، وهكذا هي دورة تحاصر العدو والإبقاء عليها مهم جدا وضروري كي تلتقط في شرط موضوعي موات فرصة للتسارع الذي يسبق لهذا العدو، وإلى حين أن يأخذ الزمان دورته كما ينبغي حتى تأخذ دائرة حصار العدو فرصتها للتسارع. يقول الكاتب حيث تبقى براعم المقاتلين هناك ومشاريع الشهداء خروقات منهكة لمنظومة الأمن الصهيوني. أشار صحيفة الجارديان تقريرا أعده علي الإبراهيمي قال فيها السوريون الذين يعيشون في المنفى يتعرضون لابتزاز مالي من أجل إلغاء الخدمة العسكرية. إذن موضوع الخدمة ليس في العراق فقط ولا يقتصر على العراق، حيث نتحول الآن في هذا المقال نحو الخدمة العسكرية ومآسيها في سوريا، حيث أشارت تقارير لمشروع رصد جريمة المنظمة والفساد ووحدة سراج أو صحافة استقصائية سورية من أجل المحاسبة، وجاء فيه إن يوسف الذي يبلغ من العمر 32 عاما وهو سوري يعيش في السويد وجد نفسه بداية هذا العام أمام خيار إما العودة إلى سوريا والخدمة في جيش الحكومة الذي حوله إلى لاجئ أو خسارة عائلته بيتها هناك. استطاع النظام السوري استخدام هذه المخاوف وتحويلها إلى مصدر مالي وحصد عملة صعبة من 1 مليون سوري تقريبا أقاموا في أوروبا والمساعدة في دعم الميزانية الضعيفة بعدما قطعت العقوبات الأمريكية البلد عن النظام المصرفي العالمي في العام الماضي. وباتت السفارات السورية التي كانت تتعامل في السابق مع أوراق الإعفاء من الخدمة العسكرية تقوم بجمع الأموال، وقام باحثان ومسؤول في المطار ودبلوماسيان سابقان بالتحدث مع مشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد ووحدة سراج، وقالوا إنهم يشكون أن الأموال تصل إلى سوريا من خلال الحقائب الدبلوماسية. وتحرك كهذا
يعتبر انتهاكات لميثاق فيينا عام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، والذي ينص على أن الرزم التي تحتوي عليها الحقائب الدبلوماسية قد تحتوي على الوثائق الدبلوماسية أو مواد من أجل الاستخدام الرسمي. أظهرت وثائق حكومية وبيانات المسؤولين أن نظام بشار الأسد رأى في السياسة مصدرا مهما للدخل، وهو ما يكشف عن المدى الذي ذهب إليه النظام للحصول على المال. وقالت الصحيفة إن الجيش السوري ووزارة المالية والخارجية السورية والمصرف المركزي وهيئة التجنيد العسكري لم ترد على أسئلتها للتعليق، وتم تطبيق العقوبات على سوريا في عام 2020 بموجب قانون قيصر، مما فاقم المصاعب المالية في سوريا. إذن لم تعد الدولة قادرة على توفير أموال استيراد المواد الرئيسة مثل القمح ومنتجات البترول، يقول الكاتب، في وقت لم تعد العملة السورية تساوي شيئاً، وهي أقل من نسبة 1% للأسف من قيمتها قبل الحرب أمام الدولار الأمريكي. ويقول أرميناك توكماجيان الباحث في مركز كارنيغيا الشرق الأوسط في بيروت، إن نقص العملة الأجنبية تحول لمشكلة حادة، وبخاصة بعد تطبيق قانون قيصر، مضيفا، يحتاج النظام للعملة الصعبة كلما حصل على المزيد منها كلما طالت مدة بقائه. إذن التعليم هو أمر أساسي لانتعاش الشعوب وتطورها. في فلسطين، فلسطينية بعمر 85 من العمر تتخرج من كلية الشريعة. مقالنا نقرأه حيث جاء فيه: لم تطلب السيدة الفلسطينية جهاد بطو أم سهيل 85 عاما من الناصرة العلم في الصين، لكنها بحثت عنه وهي فيما بعد 80 وحققت أمنيتها بالجد والكد والمثابرة، وتخرجت بالأمس من الكلية الشرعية للعلوم والأحكام. وتوضح الحاجة أم سهيل للقدس العربي أنها كانت في صف الرابع الابتدائي وما رفعوها للخامس قبل نهاية العام الدراسي بفضل تجاوز أترابها في الفهم والدراسة، لكنها فرحة بما وصلت إليه وما أحرزته من نجاح وما تمت من نجاحات حققتها. وعن ذلك تقول: عندما كنت في الفصل الأخير من الصف الخامس مرضت أمي فأخرجني أهلي من المدرسة الابتدائية لمساعدتهم في تدبير شؤون البيت، فبقيت حزينة ومقهورة لحرماني من استكمال التعلم والتعليم، ومن وقتها بقيت أبحث عن فرصة لاستكمال التعلم رغم أني كبرت في السن وتزوجت كذلك. وحيثما سمعت عن تنظيم دورة تعليم للغة أو للرياضيات مثلا أو رياضة كنت أذهب كي أستكمل تعليمي هناك. أترككم الآن مع متابعة شيقة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.